قضايا اختلاس المال العام في المغرب، الطبعه الثالثه ديال الكتاب اللي كيرصد واحد مجموعه قضايا ديال اللي تعرضت على المحكمات عن الخاصه منذ احداثها سنه 1965 الى غايه الغائها 2004، وهو كيرصد 210 قضايا متابع فيها 1421 مبالغ ديال التجاوزات اللي كتهم 255 مليار سنتيم، إضافة إلى مجموعة من القضايا التاركة المحكمة على الخاصة المبلغ الإجمالي كيوصل 268 مليار في 312 نزيلة، إضافة إلى قضايا أخرى تهم 41 ملف مبالغها غير محددة، بما في ذلك قضيتي القرض العقاري والسياحي والضمان الاجتماعي اللذين كانت بشأنهما وجريت بشأنهما لجنتي تقصي الحقائق النيابية. الكتاب المستجد ديالو هو أنه كيرصد تركة محكمة عدن الخاصة، هاد تركة محكمة عدن الخاصة ديال من 2004 وحنا في 2023 تسائل الحكومة والجهات المعنية عن مآل هاد التركة، إضافة إلى إشكالات أخرى كتهم استرجاع المبالغ المالية المحكوم بها، لأنه في ذلك الوقت بنى مناقشة إلغاء المحكمة الخاصة. أكد وزير العدل المرحوم محمد بوزوباع أن المحكمة قامت باسترجاع حكمت باسترجاع 142 مليار إلا أنه تم استرجاعه فقط 4 ملايير، في حين بقيت 138 مليار معلقة، هذا فقط فيما يهم المبالغ المختلسة دون الحديث عن عدم استرجاع الأموال المحكوم بها فيما يتعلق بالغرامات وبالمصاريف القضائية، إضافة إلى أن هذا الكتاب كيثير واحد الإشكالية أخرى تكتسي أهمية كبرى تتعلق أيضا بالبحث عن الفارق بين المبالغ المحكوم بها والمبالغ المدعى اختلاسها. مثلا تدعي إدارة معينة أن المبالغ المختلسة بمؤسسة 117 مليار، يأتي القضاء أحيانا ربما أن يحكم بالبراءة، طبعا البراءة حسب ما ثبت لديه في من مناقشة الملف. السؤال اللي كيطرح، هل يتم البحث عن هذه المبالغ المالية باعتبار أن هناك كاين تقارير ديال لجان التفتيش وكاين تقارير ديال 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 البحث التمهيدي وكاين تقارير ديال قرار السيد قائد التحقيق؟ اليوم كان عندي حفل توقيع ديواني همس الحروف مع النقابة الوطنية للصحافة، مشكورين جدا وأنا سعيدة جدا بحضوري في هذه الدورة. أيضا الدورة السابقة كنت متواجدة بهذه اليمامة القصر الكبير مع رابطة كاتبات المغرب لأنني عضوة فيها، واليوم مع النقابة الصحفية لأنني أصلا أنا صحفية في الإعلام متواجدة. يعني يعجبني بزاف الجو ديال المعرض، عملنا قراءات شعرية مع الشعراء حاليا بقصيدة من ديواني هذه اليمامة القصر الكبير، وأيضا كانت لي قراءات في همس الحروف اليوم.